أنا متواجد خلف هذه البركة المتواجدة ببلدية واد العتمانية، هذه البركة التي يأتي إليها من كل حدب وصوب، هناك من أتى من قسنطينة ومن شلغم العيد ومن ولايات مجاورة. احنا من شلغوم وجينا لهنا للعثمانيه اخويا، الاجواء كتشوف فيها الله يبارك، ثلج، البركه هاي قدامك فيها كبريت، ما تمرض ما والو، خش تعوم على روحك. مال فنجي، ايه مال فنجي، كي يصب الثلج نجي نجري. والله الاجواء اي مليحه هنا، احنا جينا من قسنطينه، شفنا الثلج قدامنا وشفنا ديجا دي فوتو مع الناس وشفنا فيديوهات في فيسبوك وانستغرام، جينا نشوفوا ونستكشفوا انا وصاحبي. جينا من قسنطينه الصباح ديمارينا بكرنا، كنا هنا نعوموا، البركه مليحه، الكبريت كلش كاين مليحه تما، وجبال دنيا مليحه تما، اكسبيريونس روعه. هنا كل عام نجيو لهنا منين يصب الثلج، ومنا منطقه سياحيه اخويا، نشتي ونجيو نديفو ليه لهنا، شغل نعومو منا، العوينه هذه فيها كبريت منا، تسمى كل عام هكذا نجيو ليها ونعسوها، منين يصب الثلج نجيو سبيسيالمون ليها. واش لي ناقص هنايا؟ شغل ناقصها شوي مرافق، ناقصنا شوي حوايج هكذا، نورمالمون يتهلا فيها، بلادنا مليحه وسياحيه منا. بالضبط بحمام سيدي قاسم، هذا حمام قديم جدا، هذا من وقت من سنوات ماضيه، هو منطقة سياحية بامتياز ببلدية واد العثمان ولاية ميلا، يعني هو صرح من صروح هذا السياحة على مستوى ميلا، لكنه يعني بظروف أو بأخرى غير مستغل استغلال تام.